السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، ان شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة. جينا لكم اليوم طرق سهلة وسريعة واساسية لزراعة جوز الهند. طبعا جوز الهند من اكثر النباتات اللي تحتاج وقت وتحتاج طريقة معينة وظروف خاصة للزراعة او لنجاح زراعة جوز الهند وحصاده ان شاء الله بوفرة وبنجاح. طبعا عندي لكم اربع ظروف اساسية لازم تتوفر إذا حبيتوا تنجحون بزراعة نبتة جوز الهند. أول شيء الضوء، تحتاج شجرة جوز الهند إلى أشعة الشمس حتى تنمو بشكل صحيح، يعني لازم تزرعوها بمكان معرض لأشعة الشمس قدر الإمكان. نجي هسه للري أو المياه، لازم نحافظ على التربة تكون رطبة اللي نعطيها مي، نعطيها مي دافئ يفضل، والراعي عدم تركها تتغمر بالمياه في فترة الشتاء. من ناحية التربة، شنو هي نوع التربة اللي تحتاج شجرة جوز الهند حتى تنمو؟ طبعا ما يتطلب زراعة جوز الهند نوع معين من التربة، لكن الأفضل إذا حبينا نحصل أفضل نوع من الحصاد ومن الجودة، الأفضل أنه نستخدم تربة جيدة التصريف مثل التربة الرملية، أو ممكن نستخدم خليط التربة الخاص بنبتة جوز الهند، وهاي ممكن نحصلها من بعض أنواع محلات الزراعة. من ناحية الأسمدة، لازم نغذي شجرة جوز الهند على مدار السنة بالأسمدة من نوع الأسمدة السائلة. ما عندنا أسمدة سائلة، ممكن نستخدم أسمدة النخيل ونزيد التغذية خلال أشهر الصيف، لأنه خلال أشهر الصيف راح شجرة جوز الهند تنمو بسرعة إن شاء الله لما يتوفر لها الظروف الخاصة بها. نجي هسا إلى خطوات أساسية لزراعة شجرة جوز الهند. خمس خطوات أساسية. أول خطوة نختار الحبة المناسبة للزراعة، الحبة اللي تسقط عن الشجرة الأم اللي تتميز بإمكانية سماع صوت الماء بداخلها لما ننهزها. الخطوة الثانية هي نقع الحبة هاي بالماء لمدة يومين أو لمدة 3 أيام بالأكثر، ونحافظ على القشرة مالتها. الخطوة الثالثة أنه نستخدم وعاء للزراعة، بحيث هذا الوعاء ما يقل عمقه عن 25 سنتيمتر، وبقطر يتناسب مع حبة جوز الهند اللي اخترناها. بعدين نعبيه بالتربة المناسبة اللي تكلمنا عنها، وهي أفضل تكون التربة الرملية. الخطوة الرابعة، نخلي الحبة جوز الهند بعد إزالة القشور الخارجية عنها، نزيل القشور الخارجية عنها، نخليها داخل التربة، وتكون النهاية المدببة نحو الأسفل والطرف المتسلق بالشجرة نحو الاتجاه الأعلى، والراعي إبقاء ثلث الحبة نبقيها فوق سطح التربة. الخطوة الأخيرة أنه ننقل هذا الوعاء إلى مكان مشمس، يكون مكان بشرط أنه يكون مكان دافي. جوز الهند ينمو بشكل جيد في درجة حرارة تصل إلى تقريبا 21 درجة مئوية، ونحرص أيضا على الري ونتأكد من جودة تصريف التربة ونركز على الري بالماء الدافئ قدر المستطاع. أربع خطوات أساسية للعناية بنبتة جوز الهند حتى إن شاء الله تنمو النبتة بطريقة ناجحة وتعطينا وفرة في الحصاد. أول شيء الري باستمرار، طالما إنه التربة هي تكون من التربة الرملية يفضل اللي تصرف المياه بشكل صحيح. الخطوة أو النصيحة الثانية بخصوص العناية بنبتة جوز الهند أنه نقوم بتسميد الشجرة باستمرار، ونركز على السماد العضوي، ونركز على تسميد خلال فترة الصيف. ندخل النصيحة الثالثة، ندخل الشجرة إلى داخل المنزل في فصل الشتاء، نحافظ على وصول أشعة الشمس إلها داخل المنزل قدر المستطاع. النصيحة الأخيرة هي لما تتعرض نبتة أو شجرة جوز الهند لبعض الأمراض، طبعا يحتاج لها مراقبة معينة، لما تتعرض هاي الشجرة لا سمح الله إلى الأمراض مثل البكتيريا والفطريات، أفضل طريقة حتى نتجنب أنه تتكون هاي الأمراض أو تكبر هاي الأمراض عند الشجرة، أنه نتجنب الرطوبة الزايدة. لازم نكشف عن الأمراض مبكرا بالذات الفطريات حتى نقوم بعلاجها بالطريقة المناسبة، وأيضا يعني نفحص النبتة قدر المستطاع بشكل منتظم
ونركز على اكو انواع الحشرات اللي تذكر تترك اللعاب مالتها على اوراق النبته، لانه هذا الشيء ايضا راح يسبب اصفرار الورقه وموت الشجره بالاكمل. فنركز نفحصها من الامراض والفطريات والبكتيريا، ونفحصها ايضا من الحشرات ونقوم بازالتها وعلاج الموضوع قبل لا يتفاقم. وصلنا الى نهايه الفيديو، اذا عجبكم محتوى القناه لا تنسون تشتركون، تفعلون